موضوع آخر، حيث أعلن عمال وموظفون في أحدى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي إضرابهم الشامل عن العمل إلى حين تسليمهم كامل رواتبهم. وأفادت شبكة عين الفرات الإخبارية بأن عمال النظافة والحراس والسائقين العاملين في بلدية مدينة السوسة الشرقية دير الزور أعلنوا توقفهم عن العمل بسبب امتناع الإدارة الذاتية عن دفع مستحقاتهم الشهرية منذ عام تقريبا. نتابع قضية هؤلاء العمال ثم نعود للاستفسار أكثر عن ظروفهم الحالية. دير الزور هي المدينة المنسية، أو هكذا يطلق عليها أبناؤها، نالت ما نالته من إهمال النظام في الماضي وتدميره لها بعد أن ثارت بوجه أركان حكمه. واليوم تتابع قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على أجزاء منها نهج الأسد في إرهاقها وإغراقها بالفقر والبطالة والجوع. في هذه الجغرافيا يحدث أن إضرابا قد أعلن بريف دير الزور الشرقي أبطاله عمال وموظفون في بلدية السوسة بسبب امتناع الإدارة الذاتية عن دفع رواتبهم لمدة عام تقريبا، إذ نقلت صفحات محلية أن الإضراب شمل عمال نظافة والحراس والسائقين في البلدية، وعند مطالبتهم بمستحقاتهم جاء رد الجهات المسيطرة بأنها لا تمتلك اعتمادا ماليا تصرفه لبلدية السوسة والعاملين فيها. صارنا 5 أيام وقفنا نريد رواتب، يا يقولون أخذوا رواتبكم، هاي رواتبكم جت، يا ما يقولون يا أخي روحوا قعدوا عند أهلكم. نريد مطالبنا نريد رواتب، ما عندنا قالها كل شيء ما عندنا، صارنا نشتغل ونروح ونرجع نريد رواتب، نشتغل بلاش، صارنا سنة ونص تقريبا. بطبيعة الحال إضراب العمال لا سيما من هم في مجال النظافة نتجت عنه هذه المشاهد: أطنان من القمامة المتكدسة في شوارع السوسة، صور تنذر بخطر بيئي يحاصر المدنيين ويهدد صحتهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض الجلدية والأوبئة على نطاق واسع. كنا نتلقى الوعود من الإدارة الذاتية بصرف هذه الرواتب، فكل آخر شهر كانوا يقولون لنا بأنه هذا الشهر ستقومون باستلام رواتبكم، فلم نستلم رواتب لغاية الآن. راسلنا هيئة الخدمات نفس العذر، أيضا راسلنا المالية العامة، يقولون بأنه لا توجد ذاتيات من أجل صرف الرواتب. قست تخطف الأضواء من جديد بإضرابات من هنا واحتجاجات على الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها من هناك، والذريعة لكل ما يحدث هو العجز المالي، فأين تذهب بأموالها من عائدات النفط وخيرات مناطق هي الأغنى على الخريطة السورية، يتساءل سوريون. تفاصيل أكثر من الصحفي معنا على الحدود التركية السورية صهيب الجابر، أهلا بك صهيب. ما التفاصيل لديك أكثر عن الإضراب؟ كم عدد العمال والموظفين المضربين اليوم عن العمل؟ يعني بداية أحييكم السادة المشاهدين، يعني عدد العمال في هذه المنطقة هو محدود كون بلدة السوسة هي بلدة صغيرة على ضفاف نهر الفرات في آخر أو أقصى ريف دير الزور الشرقي المتاخم للحدود مع العراق. نعم. وأيضا البلدة المجاورة لها منطقة الباغوز تحديدا تعاني من نفس ما تعانيه منطقة السوسة من إهمال، يقول الأهالي بأنه إهمال متعمد من قبل الإدارة الذاتية وقسد، ويفسر أو يفند عدة جوانب السكان في هذه المنطقة، ومنها الأفران وشح المواد التي تصل إلى الأفران، وأيضا يعني إيقاف بعضها وأزمة الخبز في هذه المنطقة. طب لماذا هو متعمد؟ يعني يبدو بأنه متعمد حقيقة، لأن الموارد إذا ما قسنا الأمر بالنسبة للموارد التي تتلقاها قسد كونها مسيطرة على ضفة عائمة على آبار النفط والثروات الباطنية من غاز ونفط وغيره، مقارنة بما يعطى للمجالس المدنية المحلية التي من المفترض أن ترى عملها يعني وتباشر بإنشاء الخدمات التي أساسا يعني أعلن النصر على التنظيم، تنظيم الإرهابي تنظيم داعش في
2018، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم يتغير شيء بالوضع نهائيا. سهيب، يعني سهيب عام كامل يتحمل الأهالي عدم قبض رواتبهم، يعني هل هذا منطقي في وقت كما ذكرت قبل قليل النفط والقمح يهرب عن طريق الحدود من قبل قسد إلى العراق وغيرها؟ هذا صحيح، لكن يعني الأهالي طبعا نوجه لهم رسالة شكر وامتنان. أهالي المنطقة هم معروف عنهم يعني النخوة والمبادرة والمساهمة بإعادة إعمار هذه المناطق، وهم أيضا الذين دفعوا ثمن تحرير هذه المناطق. اليوم يتم مكافأتهم بحرمان المنطقة من أبسط الخدمات. نتحدث اليوم عن ليس فقط الإضراب بالنسبة لعمال النظافة في منطقة السوسة، ولا أيضا الاحتجاجات في منطقة الباغوز، إنما أيضا عن مناطق الكشكية وغرانيج وأبو حمام التي هي قريبة أيضا من هذه المنطقة، وحدث فيها إضراب منذ 4 أيام أو 5 أيام للمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي. صحيح. احتجاجا على سوء الخدمات وعلى أيضا دس بعض المواد وهذه في المنهاج المقدم للأطفال، وأوقفوا العمل في سلك التعليم. حتى اليوم يعني كان هنالك اجتماع أيضا من المنظمة التي يبدو أنها مشرفة على القطاع التعليمي، منظمة بهار التابعة للدار الذاتية، ويعني وجدت صيغة مؤقتة، لكن هذه الصيغة سوف يتوقع أن تنقض مستقبلا، لأنه هي ليست المرة الأولى التي تحدث هذه الإشكالية في القطاع التعليمي. دائما هناك وعود من الإدارة الذاتية، يعني تعد ولا تفي كما يقول الأهالي. بالضبط، يعني وعود كثيرة قدمت، وعود بالمجان حقيقة، لا يستفيد الأهالي منها شيء نهائيا، لا على مستوى البنى التحتية ولا على مستوى القطاع التعليمي ولا على مستوى عمال النظافة أو مؤسسات النظافة والبلدية ولا على مستوى حتى يعني التزويد المنطقة بالكهرباء وبأبسط المقومات. طيب ولا صهيب، على مستوى العمل ولا على مستوى الأمني مع الأسف، يعني على الرغم من إعلان النصر على التنظيم الذي هو من كان يعني يحرم الذريعة عليه. نعم. بعيدا عن الوعود، يعني ما المبررات التي تقدمها اليوم الإدارة الذاتية خاصة بعد هذا الإضراب الذي قام به يعني عدد من العمال والموظفين؟ كون الإدارة الذاتية لا تستطيع أن تنكر الثروات الضخمة التي تسيطر عليها والإيرادات الضخمة، ملايين الدولارات يوميا، أتحدث عن ملايين الدولارات يوميا، وهنا نتحدث عن أكثر من 25 مليون دولار يوميا من إنتاج النفط فقط على الغاز طبعا. لذلك لأنها لا تستطيع نكران هذا الشيء، إنكار هذه الأموال وإلى أين تذهب هذه الأموال التي بالغالب تذهب للتسليح، تقدم وعود ولا تقدم تبريرات أو مبررات. يعني ولكن لا تقول، يعني قالت الإدارة الذاتية أنها لا تملك اعتمادا ماليا تصرفه لبلدة السوسة، ماذا يعني هذا الكلام؟ اعتماد مالي وليس المال بحد ذاته. قالت أنها لا تملك اعتماد مالي وليس المال بحد ذاته، لأنه يعني من غير المنطقي ومن غير العقلاني حتى القول بأنها لا تمتلك المال. لكن المال إلى أين يذهب؟ يذهب للسلاح، لقوة النار والحديد التي تسيطر عليها، تسيطر بها قسد على المنطقة وتفرض وجهة نظرها وتقتل حتى عبر يعني قمع المتظاهرين، كما شاهدنا في منطقة منبج منذ فترة مع الأسف، يعني أطلق النار بشكل مباشر على المتظاهرين وفقد عشرات المدنيين حياتهم، وماذا كان من ذلك بعد كل هذه المسألة؟ اعتذار، نحن آسفون. وماذا سوف يفيد هذا الاعتذار؟ ماذا سوف يفيد أيضا الأهالي الذين يقتطعون من قوت يومهم من أجل تنظيف منطقة السوسة أو من أجل استمرار عملية التعليم في مناطق ريف دير الزور الشرقي، ويعني من أجل أيضا اقتسام رغيف الخبز؟ يعني من المفترض أن تكون هذه المنطقة، يعني صهيب بما أنك طرقت لهي النقطة، قيل أنه بسبب توقف الأهالي وأضرابهم عن أعمالهم انتشرت الأمراض والقمامة اليوم يعني عبأت المدينة، إلى ماذا سيفضي هذا الموضوع يعني مستقبلا إذا في حال استمر الأضراب والناس ما قدرت تشتغل والرواتب ما انصرفت، شو ممكن يصير؟ حقيقة الأهالي يعيشون في كارثة إنسانية الآن، يعني مرض الليشمانيا الذي انتشر بفعل يعني تواجد النفايات بكميات كبيرة هو منتشر أساساً سابقاً. شلل الأطفال الذي بحاجة، يعني أطفال، عدد كبير من الأطفال بحاجة إلى تلقي لقاح شلل الأطفال لم يتم تأمينه حتى اللحظة، لا من قبل المعارضة كي نكون صريحين، يعني عندما كانت تسيطر على هذه المنطقة كان هناك أزمة، ووحدة تنسيق الدعم لم تقدم يعني هذه اللقاحات آنذاك في العام 2013 للمصابين، ولا بعد ذلك. طبيعي أن التنظيم إرهابي مثل داعش لن يقدم شيء،
ولا عندما أتت إلى المنطقة قسد وأعلنت النصر على تنظيم داعش. يعني اليوم المفترض أن يكون هنالك يعني حالة رخاء في القطاع الطبي. القطاع الطبي أيضا حاله كحال باقي القطاعات يعاني. اليوم يباع حبة دواء واحدة تصل إلى 500 ليرة سورية في بعض المناطق، بعض المناطق أخرى منعدمة فيها الرعاية الطبية. يعني مشكلة تولد مشكلة ولا يوجد حلول إلى اليوم لأي من تلك المشكلات. فقط نعم فقط مع الأسف لا يوجد حلول أبدا. يعني كنا نتمنى أن يكون هناك تصرف حق، يعني من شأنه فعلا تأمين ولو جزء بسيط من متطلبات ومستلزمات المدنيين في هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر صهيب الجابر الصحفي، كنت معنا من الحدود التركية السورية على تلك المداخلة. فاصل قصير وبعده نكون مع حكي ميديا.